يمثل الطريق الدولي الرابط بين محافظتي حضرموت عدن مرورا بأبين وصولا إلى سلطنة عمان الشقيقة، أهم الطرق الاستراتيجية في اليمن. صعوبات كبيرة ومعاناة يواجهها كل يوم سالكو هذا الطريق. الرمال المتحركة على جنباته تسبب الكثير من الصعوبات والمشاكل. يعني خط يعني فيه الرمال الزاحفة هذه يعني تؤدي إلى حوادث كثيرة بالنسبة للسيارات، وناس تروح ضحايا وسيارات، والسلطة المحلية في المحافظة هنا ما تضع اهتمام. وسمعنا من بعض يعني المصادر يعني والله أعلم يعني ها من إن في دعم يعني بحدود 150 مليون اللي دفع من الإمارات يعني مشان تصفية الخط هذا. بشكل يومي تزحف هذه الرمال لتعمل على قطع الطريق بشكل نهائي، مسببة خلفها الكثير من الحوادث. يطلق سائقو المركبات والمارون من هذا الطريق مناشدة عاجلة إلى الجهات المعنية في وزارة الأشغال العامة والطرق والسلطات المحلية في المحافظات الثلاث بوضع حلول سريعة وناجعة لهذه الظاهرة الطبيعية التي لا يقتصر خطرها على الطرق فحسب، بل يمتد إلى الحقول والأراضي الصالحة للزراعة وتعرقل الكثير من المشاريع العمرانية. هذه الطريق تتطلب من مؤسسة صيانة الطرق التي غابت عن محافظة أبين، وهي المسؤول المباشر عن هذه الخط، بأن تقوم بدورها كما هو مطلوب، لا أن تصلع إذن المنطيل وإذن المعجين. ونطالب المهندس الدكتور خالد بحاح رئيس الوزراء وهو موجود في عدن بأن يمر إلى أبين وسيرى بأم عين الكارثة الموجودة في محافظة أبين. الصيانة اليومية لرفع الرمال المتحركة من أهم الإجراءات التي يطالب بها السائقون، وكذلك العمل على وضع اللوحات الإرشادية من قبل إدارة المرور، آملين أن تعمل الجهات المعنية على إنشاء حزام أخضر من الأشجار الحرقية على طول الطريق وبالذات في الأماكن التي تكثر فيها الرمال الزاحفة، ووضع المصدات اللازمة لها منعا لحدوث ما لا يحمد عقباه بسبب الحوادث المرورية. الكثبان الرملية تنتشر على طول الطريق الدولي، وهذا قد يعرض حياة المواطنين والسائقين إلى خطر حقيقي. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.